سيد إبراهيم، في البداية مراسلنا ربما ذكر أن هذه الجماعة لها يعني محددات فكرية خاصة جدا فيما يتعلق بالعرق والدماء الخاصة بهم، هل النازية تعود من جديد لألمانيا؟ تحياتي القلبية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد يعني هناك تصاعد في التيارات الراديكالية داخل جميع أوروبا، يعني شاهدنا التيار الراديكالي في السويد والاستيلاء على الدولة السويدية وعلى الحكومة السويدية وإعادة العلاقات مع بعض الجهات التي أساسا الدولة السويدية كانت تحرم التواصل معها ومنها تركيا، وأيضا هناك تصاعد في التيار المتطرف في إيطاليا أيضا وفي أسبانيا، هناك الحديث حول تطور أو تقدم في أصوات أو على الأقل في الانتشار حركات المتطرف، وأيضا في فرنسا أيضا، وبالتالي ألمانيا ليست مستثنى من هذه المسألة. جارتها النمسا أيضا شهدت خلال الفترة الماضية أيضا تصاعد التيارات المتطرفة، وأيضا ألمانيا ستشهد طبيعة الحال تيارات متطرفة وخاصة هناك تيارات أساسا تيارات قوية جدا، يعني تسمى هنا في أوروبا الأم التطرف أو أم الراديكالية أو حركات الراديكالية، هي التيار الراديكالي البديل في هنا في ألمانيا، وبالتالي هذا التصاعد أعتقد هو تطوير جديد. يعني كانت تحركات هذه المجموعات ربما تكون ضمن سياقات خارج القانون، لكن ضمن سياقات تحت مراقبة المخابرات الألمانية والأوروبية، ولكن هذا التصاعد يؤكد لنا أنه بالفعل المسألة لم تقتصر على أنها تحت أعين المخابرات الألمانية، وإنما هناك تصاعد حقيقي، وقد تلجأ هذه المجموعات المتطرفة الراديكالية إلى أعمال العنف، وهذا ما يشكل معضلة حقيقة في النظر إلى هذه المجموعات في أوروبا وخاصة في ألمانيا. الرايخ هي منظمة مشهورة ولكن هي منظمة صغيرة من حيث العدد، ولكن هناك تيار بديل أيضا، وهناك ربما نوع من التلاطف الأجواء بين الطرفين، وهذا ما ينتج يعني هناك الكثير ربما قد يكون مخفيا، الكثير ربما لا نعرف بالضبط ماذا يحصل داخل هذا التيار، لكن الذي نعرفه هو تيار راديكالي عنصري إلى أبعد حدود، وظهوره في هذا التوقيت يؤكد أو ينذر بأن هناك شيئا ما قد يحصل، خاصة هذه التيارات تتطور بشكل غير طبيعي. سيد إبراهيم، ربما أنت ذكرت في أثناء حديثك مسألة التوقيت، التيارات الراديكالية التي ربما تجتاح أوروبا الآن، لماذا الآن تحديدا؟ هل الأزمات العالمية الحادثة أو الواقعة بتدفع ناحية هذا الاتجاه بشكل أو بآخر؟ يعني بالتأكيد هناك جهات مخابراتية مثلا في أوروبا قد تدعم مثل هذا التوجه، أنا أعتقد لروسيا يد في هذه التطورات في أوروبا وخاصة الموقف الأوروبي. ما الدليل على ذلك سيد إبراهيم؟ أنت تتهم روسيا، ما الدليل على ذلك؟ المسألة ليس في اتهام، فقط أقول ربما، لأن يعني هناك أشياء كثيرة تدل على الدالة. مثلا روسيا هي التي يعني في مشكلة اليوم مع أوروبا، هناك عملية الانفكاك الاقتصادي مع روسيا، هناك محاسبة للروسيا على مستوى الاقتصادي قد تحقق يعني قد تعاني منها روسيا مستقبلا، وبالتالي أنا أعتقد يعني قد تكون لروسيا أو قد تكون للجهة في روسيا لها علاقة بدعم مثل هذه المجموعات، يعني خاصة في نمسا ظهرت الكثير من المسائل، وفي ألمانيا قد ظهرت أن حركات الراديكال في أوروبا تلاطف الأجواء مع روسيا، وبالتأكيد حتى في خطاباتها وتقاربها، وبالتالي يقال أنه ربما لهم علاقة مباشرة مع روسيا. كانت قبل سنة هناك فضيحة في نمسا مثلا، التيار الراديكالي النمساوي كان له علاقة مباشرة مع روسيا، وبالتالي أنا أعتقد أيضا قد تكون هناك علاقة مباشرة مع جهات في روسيا بهذا المنحى، وهذا ممكن جدا لأن الحكومات الأوروبية باتت تشكل إشكالية كبيرة أمام السياسات الروسية في أوروبا الشرقية، وبالتالي الحل الوحيد بالنسبة لبعض الجهات الروسية قد تكون استفاقة مثل هذه المجموعات التي تشكل تهديد على الأمن الأوروبي وخاصة ألمانيا. يعني هذه المجموعة تظهر بين حين وأخرى ولها أهداف يعني غير معقولة غير منطقية، يعني ليس هناك طرح سياسي لديهم، إنما هو إزالة كل هذه الحكومة الموجودة وإعادة الدولة الألمانية إلى ما قبل 1936، وهذه تشكل معادلة، وبالتالي الديمقراطية في أوروبا مهددة من قبل هذه المجموعات. إذن ما هي القوة الدكتاتورية التي تساعد مثل هذا التطور؟ قد تكون دول الجارة لأوروبا التي لا تملك الديمقراطية وخاصة، وأنا قلت بعض الجهات في روسيا، أو تكون في بيلاروسيا باعتبار بيلاروسيا تعاني أيضا ضغوطات أوروبية من أجل الدكتاتورية في بيلاروسيا. ربما هذا اتهام خطير سيد إبراهيم، لكن ربما أيضا يدفع بالتساؤل، لماذا ألمانيا تحديدا ولماذا هم متوغلون في ألمانيا، هذا التنظيم متوغل في ألمانيا بهذا الشكل؟ لم نرى هذا في الدول التي أنت ذكرتها وقلت أن الدول ربما المحيطة بأوروبا بتدعم هذه الاتجاهات اليمينية.
يعني هي المسألة متعلقة بالتناقضات الاجتماعية أيضا في أوروبا. يعني أوروبا، يعني الجميع يعرف أن من سمات الرأسمالية في أوروبا هو أنه ظهور مثل هذه الجماعات الراديكالية، الحرية المطلقة في أوروبا، طبيعة التطور الاقتصادي، الحياة الرفاهية. أيضا حينما تصل إلى الأوج في الحياة الاقتصادية الرفاهية قد تنتج لديك أيضا خيارات أخرى. أنا أعتقد هي مسألة أيضا تتعلق بالسيكولوجيا، بالمسألة الاجتماعية، وأيضا ساسيولوجيا، هي مسألة اجتماعية ومسألة سياسية ومسألة اقتصادية، وأيضا مسألة استفاقة مثل هذه الأفكار في الدول المتقدمة. كيف تكون مسألة اقتصادية سيد إبراهيم إذا كان ما يشاع عن هذا التنظيم أو الحركة أو المجموعة أيا كان المسمى الخاص بها أنها ربما متواجدة أكثر في أحد أكثر الأماكن الألمانية ثراء، وهي بافاريا مثلا، هم منتشرون هناك جدا، كيف تكون الأسباب الاقتصادية؟ الأسباب الاقتصادية ليست السلبية وإنما الإيجابية. يعني هناك حينما يكون هناك أوضاع الاقتصادية كلها متوفرة فيخلق لديك مثل هذه الحركات المتطرفة ذات التمويل الذاتي، هذا ما كنت أقصده وأستكمله من خلال الشرح الذي بدأت فيه. يعني هي ربما الدول التي مثل ألمانيا وبافاريا خاصة الأوضاع فيها اقتصادية ممتازة جدا، نعم. قد تخلق ربما جيلا. هي المكان الأغنى في العالم بعد كاليفورنيا الأمريكية. طيب، وهذه المجموعة يعني هي تمويل ذاتي بدليل هناك اقتصاد ذاتي، وبالتالي أنا أعتقد يعني من السهل جدا التلاعب بمشاعر بعض الشرائح الشبابية مثلا في أوروبا من خلال بعض الحركات المتطرفة. من كان يصدق أن هناك ظهرت أيضا عناصر للداعش وأندموا للمجموعات الداعش في الشرق الأوسط في أوروبا، فبالتالي هناك نوع من الرفاهية التي وصلت إلى الأوج، وبالتالي مثل هذه العوامل أو المؤثرات الجانبية قد تؤثر بشكل مباشر على الشخصيات هؤلاء الشباب أو هؤلاء المتحمسون. يعني هناك حركة البديل في ألمانيا تصاعد على مستوى الانتخابات أو تصاعد على المستوى الشعبي هنا في أوروبا، وبالتالي أيضا هذه كلها تكمل بعد في إطار أو ضمن إطار الشيء التالي، هو إنتاج مثل هذه المجموعات الراديكالية المتطرفة التي هي اليمين المتطرف جدا. وأيضا هناك يسار متطرف أيضا ظهر في أوروبا، لدينا هنا يسار أيضا متطور، وبالتالي هناك تنافر حول، يعني كما يقال التنافر اليسار واليمين، هم في الأفق يلتقيان حول تشكيل تطرف على الدول الأوروبية، لكن في الواقع الأمر هم مختلفين، وهذا ما يحصل في ألمانيا بالتأكيد، وهذا ما يمكن فهمه من هذه المجموعة التي لا ترضى بشيء، ليس لها مشروع سوى إعادة ألمانيا إلى قبائل 1936 إلى الدكتاتورية المقيتة في أوروبا. نعم سيد إبراهيم، بماذا تخبرنا يعني هذه الحركة أو هذه المجموعة عن اليمين أو الاتجاهات الراديكالية عموما في أنحاء أوروبا؟ هل يجتاح العنف أنحاء أوروبا من قبل هذه المجموعات التي أنت وصفتها بأنها ربما أوضاعها الاقتصادية أتت معها بنتائج عكسية؟ بالتأكيد هذه مجموعات لا تستطيع الخروج من إطار محدد، المجتمع الأوروبي مجتمع مسالم بطبيعته، وبالتالي مثل هذه المجموعات لا تستطيع أن تكون قوة تشكل قوة حقيقية داخل أوروبا أو تواجه المجتمعات الأوروبية المتقدمة. أنا أعتقد هي مسألة فقط هوبرة إعلامية قد تقوم فيه بعض المجموعات بعض الشخصيات، هم يدركون تماما. وأيضا هناك تسهيل، أنا أعتقد لو لم تكن هناك تسهيل ومحاسبة حقيقية لمثل هذه المجموعات ووجد بعضهم داخل الجيش الألماني أو الجيش الدول الأوروبية وأيضا داخل بعض مؤسسات أوروبية، لو أنا أعتقد لو تحصل محاسبة حقيقية لمثل هذه الشخصيات وسجون طويلة ومعاقبة طويلة، قد نعم. يتراجع الجيل الآخر من هذه المجموعات الراديكالية، شكراً. من هذه الاستمرارية في طرح هذه الأفكار الخطيرة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم كبان، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من برلين.